انتشرت جبال القمامة في لبنان خلال السنوات الماضية، وبلغت الفوضى ذروتها عندما أغلق مكب النفايات الرئيسي في العاصمة بيروت بعد تجاوزه تاريخ انتهاء صلاحيته عام 2015. وبما أن اللبناني يحول الأزمات إلى فرص ذهبية، أسست شركة تعنى بإعادة تدوير النفايات بعد شرائها من المنازل، وذلك بهدف تخفيف كميات القمامة المنتشرة في الشوارع وتحويلها إلى مدخول إضافي. خلقنا مبادرة تحت منا اسمها درايف ثرو، هي كونسبت درايف ثرو وين بتقطع العالم وبتبيع زبالتها. عملية الفرز تنقسم إلى ثلاث مراحل: أولاً جمع العبوات البلاستيكية من المصدر، ثم فرمها وتوظيبها بأكياس، وأخيراً تصديرها إلى الخارج بمستوعبات تصل سعتها إلى 22 طناً. عودنا إلنا كذا سنة بنفرز كرمال البلدية كرمال البيئة، بقى هلأ وقت عرفنا أنه ينبيع وكمان صرنا نحمس غيرنا. الإهمال الحكومي ينتظر أولوية الفرز من المصدر، لكن خارطة وزارة البيئة تبحث في المطامر بانتظار المحارق، في حين لا المطامر ولا المحارق قادرة على إنهاء الأزمة، فهي ليست بحلول مستدامة. القانون فرض أنه هذه النفايات يتم تجميعها وفرزها، البعض بيروح للتصبيغ، البعض الآخر بيروح للفرز وإعادة التدوير، والـ10% المتبقية بتروح للمطامر الصحية ويكون هيدي عوادم. بظل غياب الراعي لهذا القطاع يلي مفروض الدولة تكون عم ترعى هذا القطاع، برز العديد من الحملات يلي كانت تعنى بالفرز وبإعادة التدوير. هذا الدور كتير كان كبير وكتير كان مهم، نحن أخذنا عدة نماذج وكنا عم نتابع عدة نماذج، مثل بلدية بريح كانوا عم بيعملوا فرز من المصدر، فعلا كان من المصدر في كان ثلاث حاويات عم بيضبوا هاي عم يفرزوا هاي النفايات من المنازل، من المؤسسات، من الشركات، المحال التجارية، المدارس. من دون توعية مستمرة ومحترفة يستحيل الفرز من المصدر، فالأزمة سياسية بالأساس، والأحزاب تسعى إلى تكريس محمية النفايات كمصدر رزق لها، ولتيارات وأحزاب تستغل الانهيار بانتظار فتات المحاصصة. أزمة على أبواب الشتاء، المطامر وصلت إلى قدرتها الاستيعابية القصوى، والكارثة التي مرت منذ سنوات لا تفارق أذهان اللبنانيين، فخوفاً من عودة ظاهرة تكديس النفايات إلى الشوارع، مبادرات فردية تعكس فشل الدولة في إدارة هذا الملف الذي يشكل قنبلة موقوتة. فاروق عدنان، موقع لبنان الكبير.